هلا بالنسبة للنشاط اليوم هو واحد من الفعاليات اللي رح نعملها ضمن نشاط 16 يوم المهارات العنف ضد المرأة، بالإضافة لأنه اليوم فعاليتنا هي عبارة عن عرض بعض الرسومات للسيدات والأطفال اللي اشتغلوا ضمن الفعالية وأعمالهم ضمن النشاطات، بالإضافة لمجموعة من العروض الفنية اللي ترفض العنف ضد المرأة. طبعا بما أن المرأة هي تشكل نصف المجتمع وضروري جدا جدا أن نمكن المرأة وأنه المرأة لا تستحق العرف، وهذا أهم شيء، وهذا الشيء اللي نحن رح نحكي فيه ورح نطالب فيه. هلا أول شيء نطلب من كل العالم الموجودة، كل العالم في جميع أنحاء العالم، سوريا وين ما كان، بس توعى على هذا الموضوع. حرام، المرأة مثلنا مثلنا، لازم نعاملها مثل معاملة الرجل، ونحاول ندخلها بجميع مجالات الحياة، لا نخليها بمجال واحد ونكبتها بالبيت. ونحن كجمعية دورنا اليوم نوعي، إن شاء الله اللي عم يعنف مرته أو العايش هذا الشيء إن شاء الله اليوم يحاول يوعى عن طريق الشيء اللي رح نقدمه. أنا هون رح أقدم رقصة هي على العنف تحكي، إن شاء الله تنبسطوا معنا، وشكرا، يعطيك العافية. هلا نحن كنا نعمل نشاطات بالمركز عشان العنف ضد المرأة، السيدات، الأطفال، بدنا نشوف رأي النساء بالعنف ضدهم. كان في آراء كثيرة من السيدات إنه في عندهم عنف، في نساء بتخاف تطالع انه العنف اللي في البيت عندها مشان اولادها او مشان ما بدي يخاف، ما بدي اتركهم، يعني كل حدا عنده مشاكل نظرة المجتمع انه انا ما بدي اتطلق مشان انه تركت اولادي مشان العنف. تخافوا وخوا قلبكم، يعني واللي اذا في حدا معنفكم او مضايقكم حتى لو بكلام، لانه في كلام جارح اكثر حتى من الضرب، يعني بيعلم، يعني طالبوا بحقوقكم. عم نوثق اللحظات، يعني اول باول من البدايه حسب الشغل، اول شيء قبل ما يعلقون الاعلانات، قبل ما يزبطون البروفات بالبدايه، وبعدين كمان لما اجوا العالم، تجهيزات الاطفال، كل شيء ان شاء الله عجبك هالشيء.